يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومئة وثمانية وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة وستين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من خمسمائة وسبعة وثمانين ألف شخص